سلام الله عليكم. حسب طلب متكرر من المشتركين الأعزاء لعمل فيديو خارج نطاق الطرو بس توضيحي فيما يخص السحر وعلاجه وحاجات أخرى سنتطرق عليها بالشرح في هذا الفيديو. أول ما نبدأ الموضوع بتاعنا فيما يخص السحر والعلاج بتاعه، أولا كلنا بنعرف ما معنى السرطان أو ما معنى مرض السرطان. هو مرض يعني ورم ومرض خطير جدا، والسرطان ده مش مرض واحد، يعني السرطان يتفرع منه عدة أنواع من السرطانات: سرطان الثدي، سرطان الدم، سرطان الجلد، سرطان الرئة إلى آخره، يعني عدة فروع تتفرع من هذا الاسم. كذلك السحر، السحر زي ما لو كان سرطان يتفرع لثلاثة فروع: سحر أسود اللي هو أخطر من أخطر الأسحار، ويعني ابتكر في جنوب غرب إفريقيا حيث تستعمل فيه الجن والأرواح الموتى، الناس اللي ماتوا على شرك بالله واللي يعني من القتلة والحاجات دول، فعندهم طريقة استحضار روح الموتى دول. ثانيا السحر اللي هو أوسط اللي هو السحر الأحمر. السحر الأحمر ده يستعمله الناس بعض الأحيان عندما يريدون انتقام من أي حد أو حاجة زي كده، فالسحر حرام حرام سواء أسود أحمر أو أبيض. نيجي للسحر الأبيض، السحر الأبيض اللي بيستعملوه بحجة إنهم عاوزين بيعملوا حاجة طيبة، مثلا زوجة عاوزة ترجع زوجها تستعمل أو تذهب عند أي عند ساحر أو حاجة زي كده تقول له اعمل لي حاجة، يعني حاجة تجلب جذب أو جذب الحبيب أو الزوج، يعني هذا النوع من الأسحار. فكل الأنواع السحر سواء أسود أحمر أبيض كلهم مش كويسين وحرام، وحرامين من عند ربنا. إلى هنا أظن الشرح واضح. السحر ليس سحر واحد، فيه ثلاث أنواع. أوكي. دلوقتي لما نيجي للسحر الأسود، السحر الأسود كمان هو سحر أسود، اسمه سحر، اسمه سحر أسود. فالسحر الأسود ده بيستعملوه في عديد من الحاجات، ما بين يعني مثلا التفريق ما بين رجل وزوجته، يعني وقف الحال سواء تجارة سواء صحة سواء عدم زواج، يعني فيه عدة أنواع. لنأخذ مثلا فيه عدة مجالات يستعمل فيه السحر الأسود، سواء الزواج، زي ما قلت لكم التفريق ما بين الأزواج، يعني تشويه الوش، حاجات كتيرة، يعني فيها أنواع كتيرة من الأسحار يستعمل فيها السحر الأسود. فده مش معناه لأنه سحر أسود سحر أسود فطريقة علاجه هي نفسها، لا. هنا سحر التفريق عن الأزواج، مثلا سحر التفريق، ناخد مثل سحر التفريق، سحر التفريق من السحر الأسود. فسحر التفريق ده ما بين الزوج وزوجه ينقسم كذلك إلى ثلاثة فروع: سحر تفريق عادي، سحر تفريق أنثوي، سحر تفريق ذكري، ومنه يعني كمان الزئبقي. فلكل نوع من الأنواع المتفرعة من كلمة السحر سواء أسود أحمر أبيض هناك لكل واحد فروع وأنواع، فروع وأنواع، يعني تشعبت من كلمة سحر عدة فروع وعدة أنواع، ولكل نوع وفرع طريقة
يعني أعشاب خام تستعمل فيه، وبخور ومس يستدعى كحارس للسحر ده عشان يطبق السحر في المسحور. لكل واحد يعني عنده الوصفة الخاصة بيها. أوكي، زي السرطان لما يكون مثلا سرطان الثدي مختلف عن سرطان الدم، سرطان الدم مختلف عن سرطان الجلد. فهل يعني في عقلكم أنتم أن السرطان الثدي علاجه هو نفس علاج سرطان الدم؟ يعني نفس الأدوية التي تعطى للمرأة في علاج سرطان الثدي تعطى لأي واحد عنده سرطان الدم؟ حاجة غير منطقية. فسرطان الثدي عنده علاج خاص به هو، سرطان الدم عنده علاج خاص به هو، الجلد وكذلك ودواليك. فالسحر كذلك، السحر لكل نوع ولكل فرع وصفة خاصة به هو لتطبيقه على المسحور، ووصفة خاصة به هو للعلاج منه. مش معنى ان عندك سحر يعني نفس العلاج يتعامل معك انت ويتعامل مع انسان اخر مع انسان اخر كلكم مع بعض. السحر مش سوق تدخلي له وتشتري البطاطس بنفس الثمن من عند كل يعني الخضارين يعني التجار الخضار. فالمشكلة عندكم هتقولوا لي ايوه احنا يعني صادفت يعني الجملة دي اللي هقولها في كثير من التعليقات، وكمان من كثير من الرد اللي بلقاه في البث المباشر في دردشة معايا في لما نتكلم في موضوع السحر والحاجات دي. بيقولوا لي ايوه احنا يعني دفعنا فلوس كتيرة لناس كتيرة وما عملتناش حاجة واخدوا فلوسنا وضحكوا علينا. انا هنا ما بقول لي اقول لك انت بتكذبي، اللي بيقول الكلام ده بيكذب. هتقولوا لي لا احنا والله العظيم ما نكذب. انا ما بقول لكمش انكم تكذبوا على انكم ما دفعتوش الفلوس، لا انا بقول لكم تكذبوا لان الناس دول ما احتلتش عليكم. هتقولوا لي عفوا ازاي؟ طب انا ذا الانسان ده، قالوا لي ان الانسان ده مثلا ينزع السحر، اوكي ازاي انا يعني يعني ازاي مثلا هاخد مثال اخر عشان تفهموا كويس. انت فين؟ ما لقيتهاش، معلش شوفوا كده عشان تفهموا كويس. ده انسان ينزع السحر، لنفرض ده كمان واحد منكم، ده انسان واحد منكم عاوز دقيقة ايوه عشان تفهموا كويس. لقيتها، عاوز نستعمل ده، هنستعمل ده. اي انت جاية كده عند انسان سمعتي بيه انه ينزع السحر، اول حاجة الغلطة بتغلطوها تعملوا ايه؟ ايوه يا شيخنا انا سمعت انك تنزع لي السحر، تنزع السحر كم؟ انا عندي سحر تفريق، كم تنزع لي السحر؟ او انا عندي سحر عدم ربط عن الزواج او وقف الحال، كم تنزع لي السحر؟ دي اول خطوة واول غلطة بتعملوها. اولا كيف شخصتي لنفسك نوع السحر الذي هو بك؟ كيف شخصتي وكيف عرفتي؟ هتقولي لي ايوه شفتي في القناة، شفتي في القناة قراءات عامة. هتقولي لي لا عملت قراءة خاصة وقالت لي واحدة يعني نوع السحر اللي عندك. دي الغلطة الثانية. اللي بيعرف يشخص السحر هو المعالج، هو المعالج زي الطبيب اللي تروحوا له لاصحاب اللي هم مصابين بمرض سواء سرطان او اخر. لما هتروحي للطبيب عشان يشخص لك المرض اللي عندك هيعمل لك ايه؟ عشان يتاكد يعمل لك ايه؟ يطلب منك تحاليل دم، يطلب منك اشعه. لما تجيبي له مثلا لما تجيبي له كده الاشعه والتحاليل، هو هيقرا الاشعه والتحاليل دول، هيعرف نوع مرضك ويكتب لك الروشتة اللي فيها الادويه. بعدين هتاخدي الروشتة وتروحي عند الصيدلي تشتري الدواء وتروحي تطبقي الدواء. ايوه علاج من السحر زي كده كده يعني كده كده. السحر عمرك ما تشخصيه لنفسك او في حاجه عامه كده او عند انسان ما يعرفش اصلا يعالجه. تشخيص السحر عند انسان متمكن يعرف ينزعه
ويعرف يشخصه أولا. زي ما قلت لكم، أنتم بتروحوا كده بمعلومة خاطئة عند إنسان تقولوا له كم تنزعلي السحر، دي الغلطة الثانية، كم تنزعلي السحر. الإنسان ده أنت رايحة له في سوق كده، البطاطس سعرها كم؟ 7 دنانير. البطاطس كم؟ 7 دنانير. هتلاقيهم كلهم يبيعوا بطاطس ب7 دنانير. بس هل السحر زي ما أظهرته لكم هنا هو نفسه؟ مش هو نفسه. فبالكل سحر زي ما قلت لكم من الوصفة الخاصة به هو لعمله والوصفة الخاصة لعلاجه. وما تنسوش إن للسحر، السحر لما يكتب السحر عشانك انت عشان ما تتجوزيش هيكتب باسمك واسم امك، يعني خاص بيكي انت، وتستعمل به بخور وحاجات خاصه بيكي انت او انت. فازاي تروحي تطلبي سعر حاجه اصلا الانسان ده مش عارفها؟ هتيجي تقولي له كم سحر التفريق؟ لما يقول لك الثمن بدون ما يشخص لك، بدون ما يقول لك يجب اني اشخص نوع السحر اللي عندك، إذا جاوبك وادالك الثمن الإنسان ده فده إنسان محتال. فمن هنا ما تعمليش خطوة تانية وتروحي تبعزقي فلوسك وبعدين تيجي تقولي لا أنا ضحكوا عليا وأخدوا لي فلوسي. لا، ما ضحكوش عليكي، هم ضحكوا عليكي 50% و50% التانية غلطتك أنت. دي المفهوم بتاعك إنه السحر كله نفسه ويتعالج بنفس الطريقة لكل الناس، دي حاجة مش منطقية. حتى ولو ما كنتش خريجة جامعات أو ما كنتش يعني متخرجة من المدارس، يعني عقلك بيقول لك المنطق حاجة مبهمة. أجيب كده علبة، أيوة كم تديني ثمن العلبة دي؟ أقول لك 1 مليون جنيه، هتاخديها؟ مش هتاخديها، هتقولي لي أنا يجب أني أبص الداخل فيها إيه، العلبة دي فيها إيه الداخل عشان أخدها بمليون جنيه؟ دي قيمتها يعني ليه اديتها قيمة 1 مليون جنيه؟ يعني ليه؟ يجب تعرفي المحتوى. فعشان تنزعي السحر يجب الإنسان إنه يعرف محتوى المكونات السحر اللي اتعمل ليكي أو اتعمل لك قبل ما تروحوا تسألوا الإنسان ده. وزي ما قلت لكم الإنسان اللي بيدي لكم ثمن نزع السحر بدون تشخيصه، بدون ما إنه هو يشخصه ليكم، فهنا اعرفوا إنه ده إنسان محتال، وإنكم أنتم مش أنتم اللي تشخصوا السحر، مش انتم عشان حلمتم بحلم او عندكم احساس خلاص عندكم سحر، ومش كل حاجه سحر 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 في سحر. ارجو ان الموضوع ده يعني افطنكم شويه. هتقولوا لي طب ازاي هنشخص السحر، نوع السحر اللي عندنا؟ قلت لكم في ناس مؤهلين، الرسل والانبياء ربنا لما انزلهم على الارض على البشرية الإنسانية على الناس دول، إحنا كلنا لينا كلنا، لما أنزلهم على الأرض كرة الأرضية عشان ينشر الدين بتاعه، كان قادر إنه يعني ما يتعبهمش يقعدوا كده قاعدين ويحطوا لهم الفواكه يعني والفواكه وكل الذهب وكل حاجة تحت رجليهم وتعالى أنت أعمل كده وأعمل كده وخلص؟ بس لأ، ربنا لما أنزل الأنبياء والرسل فوق الكرة الأرضية للبشرية عشان نتبع دينه، يعني دين ربنا، أنزلهم كرسل يعني كساعي البريد يوصلون المفهوم الحقيقي بتاع ربنا، وفي نفس الوقت ينتوا عبرة منهم، لأن لكل نبي ولكل رسول ربنا ادانا عبرة في الحكاية بتاعته، يعني في قصة حياته كل واحد اداله حاجة فيها عبرة لينا احنا، زي صبر ايوب، سيدنا ايوب. يعني شوفوا يعني هم رسل من احب الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وابتلاهم باصعب الحاجات، ما لقوهاش ساهل بالساهل كده. فمن فضلكم الواحد مش يقعد في بيته كده ويتصفح لي مواقع اليوتيوب او فيديوهات على اليوتيوب وعاوز يبحث على وصفة لنزع السحر. يعني لو نفكر بالعقل، هل الساحر ده قبل ما من من نمر للساحر، الانسان ده اللي عاوز يسحرك، الانسان ده عاوز يسحرك، اولا هيعمل ايه؟ يدور على ساحر متمكن في السحر،
يلقى السحر ده. اوكي، يقعد كده ويقول له انا عاوز او انا عاوزه فلانه ما تتجوزش، عاوز فلان يطلق فلانه وكده كده. ده هيعمل ايه؟ هيطلب من دي فلوس عشان يشتري اغراض للوصفه اللي هيعمل بيها السحر عشان ياثر عليكم. ايوه، لما هيطلب منها فلوس، هيطلب منها فلوس اغراض الوصفه وكمان اتعابه هو. يعني الانسانه دي هتتعب، هتدفع فلوس كتيره لعمل سحر عشان يقضوكم. ايوه، طب ازاي السحر ده هيدي وصفه العلاج بالساهل كده عشان انتم تروحوا تلقوها كده بالساهل على اليوتيوب؟ يعني هو مش مجنون يسيب مصدر الرزق بتاعه اللي يجيب له فلوس كتيره عشان يحطها لكم انتم في على اليوتيوب، ولا يقول لها اي حد يجي يفتح قناه يوتيوب ويعمل لكم وصفه لنزع السحر؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، في قنوات في اليوتيوب زي قنوات دي اللي بتدي وصفات لنزع السحر ومش عارفه ايه، ما فيش حد يقسم بحاجه، كلهم يقسم اقسم بالله ان الوصفة دي ستنزع لك العين والسحر والتابعة ومش عارفة ايه. دي ايه دي؟ يعني دي خلطة بتاعت المعكرونة بالطماطم وبقدونس ومش عارفة ايه؟ لا، دي روح انسان مريضة. الجسد لما بيمرض يروح عند الطبيب، لما بتمرض الروح يروح عند انسان معالج روحاني. يعني حاجة صعبة جدا، حاجة حساسة مش لازم الواحد يلعب بيها. فمن فضلكم يعني حاولوا تتحروا على مين هو الإنسان اللي يقدر يشخص لكم مش الحالة اللي عندكم. هل هو سحر معمول لكم؟ هل هو سحر مكتسب؟ هل هي تابعة؟ هل هي تابعة مكتسبة؟ هل هي عين؟ هل هي حسد؟ يجب، مش كل حاجة فيها سحر 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 سحر. فليه خلقنا ربنا فوق الأرض؟ لكي يبتل، يعني كان نؤمن به ويبتلينا عشان يشوف مقدار يعني إيماننا به. فالواحد يخدم عقله ويحكم عقله في كل حاجة منطقية يتبعها خطوة بخطوة عشان يقدر يوصل للعلاج بتاعه. فما فيش يكذب عليكم أي حد يكتب لكم في قنوات اليوتيوب على وصفة لنزع السحر. اللي بيتبع الوصفات دول هتتقلب عليه رأسا على عقب. وفي ناس هتكتب تحت الفيديو ده الناس اللي جربت الوصفات دي واستعملتها وزادت طينة بلة عليهم واقتلب، يعني اقتلب الحال اكتر فاكتر سوءا. هيكتبوا لي في التعليقات من فضلكم، وخاصة من الناس اللي مشتركين معنا في القناة منذ زمن، ويعني كتبتم او اديتونا رأيكم في الحاجة دي كمان اللي انتوا عشتوها وأكدتوا الكلام ده اللي أنا بقوله دلوقتي. فيها حاجة كمان تانية، يعني نقطة تانية عاوزة أقولها. أنا ما بقولش إن سورة البقرة ما هيش شفاء للناس، ما بقولش إن كلام ربنا ما فيش شفاء، بس من أنتم كي تستعملون أو تنصحوا سورة البقرة لإنسان مسحور عشان يتعالج؟ هيتعالج يعني مين انتم؟ هل انتم معالجون بتعرفوا اي آية تستعمل في سورة البقرة لأي نوع من السحر او لأي فرع من فروع السحر؟ كيف هتعرفون ذلك؟ هتقولوا لي ايوه اوكي. طب هسألكم سؤال، كم من واحدة فيكم، وكونوا صريحين معانا، اكتبوا في التعليقات، وفي مشتركين بتوعك يعني صرحوا بذلك كذلك وأكدوا كلام اللي بقوله دلوقتي، مين فيكم اللي ما بيعرفش ان سورة البقرة فيها شفاء؟ كلنا بنعرف. مين فيكم جرب سورة البقرة وسورة الكهف ومش عارفة اي آية سور اخرى وآيات اخرى ولم يحصل له حاجة، ما فيش حاجة اتغيرت في حياته؟ الكثير الكثير جرب وما فيش حاجة حصلت. ليه؟ لأنكم تستعملوا كلام ربنا عشوائيا. ليه؟ لأن السحر ده لكل حاجة فيها المضاد بتاعها. السحر ده لما عمل السحر، تعويدة السحر واستحضار المس الحارس للسحر بتاعكم، استعمل تعويدات خاصة بالمس ده. ففي القرآن الكريم فيه آيات خاصة بالمس ده اللي هو حارس للسحر الخاص اللي عمل لك أنت أو أنت باسمك أنت، مش سحرك عامة. في آيات خاصة به مضادة عشان
تبعت المس ده وتبطل السحر. فمش أي واحد يجي يقرأ سورة البقرة ومش عارفة إيه حيتعالج، لا، في آيات معينة من سورة البقرة ومن سور أخرى من القرآن الكريم. فاللي هو يعني طبيب روحاني هو اللي بيعرف الحاجات دي، وفيها أعشاب خام وفيها حاجات خام تستعمل عشان يعني ينزع السحر ده بطريقة سوية. كمان في حاجة، كلكم شفتم إنه دقيقة، كلكم شفتم فيديوهات أو حضرتم لراقي بيعمل نوع من رقية على إنسان، على امرأة أو على رجل، وبعدين شفته يعني إزاي يتغير ويتكلم بصوت آخر، يعني يكون متلبس عنده بس، وشايفين بعض الأحيان واحد ماسكه من هنا واحد ماسكه من هنا عشان ما يأذيش نفسه. إزاي إنسان مريض، يا ناس كونوا عقلاء من فضلكم ولا ترموا الناس للتهلكة. إزاي إنسان ممسوس فيه مس وفيه سحر تقولوا له اقرأ سورة البقرة واقرأ كذا وكذا وكذا، وهو لوحده هيقعد كده ويقرأها، إزاي هيتصرف معاه المس؟ هل هيتركه يكمل القراءة؟ مش هيتركه، هيدفعه على إنه يرمي نفسه من البلكونة بدون إرادة وبدون وعي، هيدفعه إنه يخرج للشارع عشان يعني تطمو عربية أو حاجة زي كده. دي حاجات خطيرة جدا، فمن فضلكم توقفوا إنكم تنصحوا بنية خالصة، بس النية بتاعتكم هتدي الناس دول للتهلكة، هتدي الناس دول للتهلكة. فمن فضلكم حاولوا تفكروا بسلاسة وبمنطق، لأنه كل حاجة عندها مكانها وكل حاجة عندها أهلها. عدة مرات بلقى يعني في التعليقات اقرأي سورة البقرة كذا من مرة وتوضئي كذا من مرة ومش عارفة ايه. شخصتي اصلا الانسان ده ايه نوع السحر اللي عنده؟ دي اول حاجة المنطق هيقولها، العقل هيقولها. هل شخصتي للانسانة دي بنفسك؟ لا، هي سورة البقرة بتشافي من كل داء ومن، عارفة، بس قرأي التعليقات الناس اللي قرأوا سورة البقرة وقرأوا صور أخرى بغرض يعني بقصد العلاج بس ما حصلتش حاجة. ليه؟ لأنه ما يعرفوش الطريقة الصحيحة لاستعمال عمليات نزع السحر، وإيه هي الأغراض اللي تستعمل فيها، إيه أنواع البخور اللي تستعمل فيها، وفي فيه مضاد، فيه فعل وردة فعل. فالواحد لازم يفكر بالمنطق وما يأديش نفسه وما يأديش الناس كمان. ما تعرفيش ما تنصحيش، تعرفي انصحي بالدليل، مش انت ايوه انا حصلت لي، مش ده مش دليل انك عملتي حاجه وحصلت، مش دليل. اديني دليل مادي، اديني دليل مادي. زي واحده عمل كانت معانا في القناه التي سرقت منا سابقا، في واحده اسمها قارئه الرمل ومش عارفه ايه، قناه زي كده، قالت لها ان عندك سحر ومش عارفه ايه، فدفعت لها يعني قالت لها كم الثمن، فقالت لها كذا، دفعت لها الفلوس كده بعد أسبوعين 3 أسابيع كده، وهي بتحكي لنا يعني في القناة، ومشتركين بتوعي يعني هيكتبوا في التعليقات المشكلة دي اللي حصلت مع الست دي وقارئة الرمل دي اللي في قناة أخرى. فبعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع يعني الست دي قالت يعني ما فيش تواصل ما بينها ما بيني، ما قالت ليش حاجة، مش عارفة حصل إيه. فاتصلت بيها وقالت لها يعني إمتى هتبدأي عملية نزع السحر دي؟ قالت لها خلاص أنا نزعت لك السحر وأنت تشفيتي، يعني بدون دليل مادي. ده أكبر خطأ يعمل. أول ما تعملوا حاجة عملية نزع السحر اسألوا إيه هو الدليل المادي اللي هتبعتيه لي أو هشوفه أنا بإيدي بعيني عن التغيير ده. أظن إني درت على كل النقاط المهمة. وآخر نقطة مهمة عاوز أقولها لكم، السرطان مرض بدني، السحر مرض روحاني. السرطان لما يعالج الإنسان مش معناه هو سيقيه من كل جميع كل الأمراض الأخرى، لا، لما عندك يعني زلت ريح كده أو يعني عندك زكام أو حاجة زي كده، فتروحي عند الطبيب يديك يعني يديك دواء عشان تتعالجي من المرض ده، ده لا يقيك من أمراض أخرى. فعلاج من السحر حينزع منك السحر ده اللي اتعمل لك انت،
بس اللي كتبه لك ربنا قضاء الله وقدره حيحصل. فهما بقى مثلا اذا كانوا كاتبين لك عاملين لك يعني سحر عدم الزواج، ونزعتي السحر وما تجوزتيش، فبالسحر ده وبدونه ربنا كان كاتب لك انك ما تتجوزيش. اذا انفصلتي مع جوزك، حصلت مشكله ما بينك وبينه وانفصلتوا، فانتوا انفصلتوا بسبب المشكله دي، حتى بعد يعني نزع السحر ده قضاء الله وقدره. فما تفتكروش انه نزع السحر هو اللي هيلاقيكي مع فارس احلامك، وهيجيب لك يعني الكنوز لحد عندك، وهتكوني من اغنى الاغنياء، وتكوني من اجمل الجميلات، ومش عارفه ايه. لا، نزع السحر هو العلاج من مرض روحاني. نقطه الى السطر. ارجو اني وفيت كل المعلومات، وما كنتش ما نسيتش اي حاجه اخرى. اذا عاوزين فيديو اخر عشان اعمل لكم الطريقه لنزع عمليه نزع العين، قولوا لي عشان يعني اعمل لكم فيديو زي كده عشان تنزعوا العين لنفسكم او لاولادكم ان شاء الله، ولقارب اقارب بتاعكم. شكرا لوجودكم معنا ولسماعكم لهذه النصيحه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى. مع السلامه.